سلام شيرات، كلكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بفيديو جديد، بغيت ندير معكم رولي فيروروشي، رولي بالشوكولاتة وباللاكريم شانسي، كريم شانسي. بغيت نبدأ بسم الله على بركة الله. فيما يخص لاباط تاعنا، فيما يخص الرولي لاباط تاعنا، غادي نحتاجو هنايا 6 حبات بيض، نحتاجو هنايا 200 غرام تاع سكر، وهنا 150 غرام فارينة، 50 غرام كاكاو، هنا كيس خميرة، هنا عندي 15 غرام وغادي نديرها كاع، ندير غير شوية منها قد مغرف صغيرة ولا، وهنايا قرصة ملح كما راكم تشوفوا. فيما يخص الرولي هذا تنجمو ديروه بيض، لا بغيتو يكون عندكم العجينة تكون بيضاء تنجمو ديروا 200 فارينة، تستغنوا عن الكاكاو، بصح انا اللي باغيته يكون قهوي يعني بني. قلت من هذه 50 غرام، درتها كاكاو 50 غرام. نبدو على بركة الله، بسم الله. الاولى نحلو كحد البيض تاعنا هنا، غادي نستعملو الدراب الأهلي، درنا 6 بيض، درنا هنا قرصة تاع ملح كيما راكم تشوفو، قرصة تاع ملح. كما راكم تشوفوا الشيرات، خليناه مدة 5 دقائق في الربوي، 5 دقائق ينضرب بهذا الدراب كما راكم تشوفوا. يعني لازم تتحصلوا على هذا القوام، شوفوا كي يجي داير، شوفوا كي يجي داير، ليك تحصلوا على هذا القوام. دروك غادي نديرو، نديرو عليه دروك السكر، نديرو عليه السكر، نعاودو نخلوه ينضرب، يضرب، كيما راكم تشوفو الشيرات. مدة 5 دقائق طلعوا فيها البيض، و5 دقائق ديروا عليها السكر تاعكم، ويجي على شكل هذا القوام كما راكم تشوفوا. شوف يجي كما هكا ثقيل هكا، ولكن عندكم الدراب اليدوي ماذا بكم يكون مدة ماشي 5 دقائق، يكون 10 دقائق حتى ربع ساعة هكا باش يطلع. نخوي شوية هذه، اوكي، دروك فيما يخص المكونات تاعنا الاخرى غادي نديرو، ماذا بكم يكون عندكم مصفات ولا سياح ولا اي حاجه باه تحطوا هذا الكاكاو ولا الفرينه تاعكم باش ما يبقاش حبيدات. كما راكم تشوفوا فيما يخص باه تخلطوا غير بالعقل عليه، باه هذا الكوفرون تاع هكا اللي طلع ما يهودناش، يبقى كيما هكا على القوام تاعه هي بالعقل. نزيدو عليه دروك شويه فرينه، هيا الفرينه تاعنا هي بالعقل. هنا نديرو معاها العبر تاع هيا فرفارة كما راكم تشوفوا، غير مغرف صغيرة نديروها تاني هنا، نزيدو جميع المكونات. كما راكم تشوفوا بتاتي هي بالعقل، ونخلط حتى كاع المكونات تتجانس مع بعضها البعض وتتخلط
تعطينا لون بني كما رانا باغيينه، كيما هكا ضربوا من تحت المغرف وطلعوا، ضربوا من تحت طلع هكا باش يبقى هكا مقفلي، ميهودناش ميهودناش كلي ما درنا والو. علاه باه تجي جينواز تاعنا تجي كيما نقولوا حنايا كيبونج، تجي دايره كيبونج. غادي نواصل على هذا المنوال اي بالعقل هكا. شوفوا هذا الصينيه تاعنا وهاولا الخليط تاعنا كيما كتشوفوا كاع خلطناه. اش بغيت نقول لكم، ماذا بكم الفور ديروه على درجه 180 درجه من الفوق والتحت، يعني من الفوق والاسفل، وديروه خلوه يحمى يحمى. راكم توجدوا في صوالحكم هو راه يحمى، ضروري ديجا اللي دايرتها في ربع ساعه راه يحمى. ما تكثروش الفرفاره كما قلت لكم، ديروا غير مغرف صغيره باش ما يجيناش قفلي بزاف، ما يجيناش باسل كما نقولوا حنا، يجي الشكل تاعها شباب. دوك نوجد السعوه كاع للصينيه تاعنا كيما هكا هي بالعقل، نوصلو هكا باش نتحصلو على شكل مستطيل، مستطيل يكون متوازي هكا. هاي لا شيلات كيما راكم تشوفو، نسيو نشوفو لها لا طابت من الداخل ولا لا، كيما راكم تشوفو خرج ناشف، خرج ناشف. هنا راه يبان بلي لاباط تاعنا الجينواز تاعنا راهي طابت. دروك فيما يخص قبل من الاخر غادي ندير، مادام راهي حاميه خلوها تشرب، غادي نديرو هنايا اربع ملاعق حليب عادي، نديرو وحده لافاني كما راكم تشوفوا هكا، هكا خلوها غير تشرب هذا الحليب مع لافاني. وعلى قلت لكم بلي هذه رولي تاع فيرو روشي. هيا لا فيما يخص هنايا خطا اللي فاتكم، خطا اللي فات درت واحد الفيديو وريتكم كي نصنعوا هذه النوكا، درتها بالقرقع والسكر درتها كراميل ذوبته وخلطتها. فيما يخص هذيك النوكا طيبت منها بزاف ودرتها في عندي في الثلاجه، ما تخسرش، ديروها في قارصه بلعوا عليها خلوها في الثلاجه كاع ما تخسرش. هنا بهذه غادي نستعملها ان شاء الله باه نديرها في الداخل فيها ونديرها في التزيين كما راكم تشوفوا. رانا سكيناها نديروا لها هكا باه ما تجيناش ناشفه، راكم عارفين هكا كاع المناطق اللي تكون ناشفه فيهم نسيو نديروا لها الحليب. كما راكم تشوفوا دروك غادي هذه جينواز تبغي السياسه كما نقولوا، تبغي بالعقل عليها باه نقلعوها من الفابي كويسون تاعها هنايا من ورق الطهي اي بالعقل. راكم تشوفوا سيسوها، تشوفوها لصقت غير بالعقل قلعوها. هنا باه ما تخسرش وما تلصقناش نجمو نديرو عليها سربيته هكا ونطوها كما هكا كما نزيدو نطوها. شفتو اي بالعقل عليها، هنا عاملوها بكل رفق اي بالعقل هكا كما راكم تشوفوا. رانا لصقت فيه بصح ما يهمش،
المهم هي حصلنا على نخلوها على هذا الشكل شويه ترتاح ترتاح، ودروك غادي نفوتوا الى الكريم شونتي. فيما يخص كريم شونتي انا عندي هنا غبره غادي نخلطها بالحليب بارد. هاي لا هذه هنا عندنا قلت لك فيها زوج 150، يعني هذه وحده 75 غرام. هذه 75 غرام تحتاج الى هذا الكاس الغير مملوء من الحليب ويكون بارد باه تنجح لكم الكريم شونتي اللي غيكون حليب بارد. بسم الله نديرو هذه ونديرو كريم شونتي تاعنا، ندرنا هذه الفانيليا تاع الكريم شونتي شطلق غير درنا. فيما يخص كريم شونتي تاعنا باه تجي بنينه كما نقولوا حنا، كل واحد والكو تاعه. الا بغيتوها حلوه بزاف ديروا زوج مغارف سكر كلاصي، ولا بغيتوها عادي الطعم تاعها يكون عادي مع اللي غادي ندير شوكولا وزيد ندير هذيك النوقه كاع كلشي حلو. انا غادي نستعمل غير مغرف وحده سكر كلاصي. كما راكم تشوفوا شوف ليق كريم شونتي تولي كيما هكا، شوف يعني كيما نقولوا هكا تضربوها متوش تسيل صاي جم كيما نقولوا حنا قبضة تروح. هذا هو القوام تاع كريم شونتي التالي. كما راكم تشوفوا غادي نسي نقطعي هادو الحواف باش الشكل تاعها يقعد شباب كما راكم تشوفوا. من تحت ما يهمش خلوها كما راكم تشوفوا. غادي نديرو طبقه تاع الكريم شونتي فوقها هكا خلو الجينواز تاعكم تبرد. الا ما خليتوش الجينواز تاعكم تبرد ديروا لها كريم شونتي كلي ما درتو والو كريم شونتي غادي قاعد تسيل تولي هكا كيما هكا قابضه روحها. كما راكم تشوفوا في الوسط نديروا شويه هذه النوقه تاعنا هكا نفرشوها وفي الحشو الداخل تنجمو ديروا اي حاجه كاين يديرها بالكونفيتير كاين يديرها بالشوكولا كاين يديرها كيما درت انا هكا كريم شونتي كل واحد تنجمو تعمروها بالفواكه من الداخل كل واحد والكو تاعه. دروك غادي نسيو غير بالعقل هيا هذه جينواز اللي قراها كيما نقولوا حنايا سياسه غير بالعقل عليها كيما نقولوا حنايا جينواز تجي مقلشه تبغي غير تقلع فيه بالعقل عليها. كما راكم تشوفوا دروك نزيدو طبقة أخرى من الكريم شونتي نديروها من فوق هكا النوقة اللي راهي عندنا شنديرو نفرشو عليها غير بالعقل من فوق
كما راكم تشوفوا الشيرات هاي، لا الرولي تاعنا راه يبان الشكل تاع هذا، وتنجموا تخلوه غير هكا وديروا خطوط خطوط بالشوكولاته زعما، وغادي يجيكم شباب. بس انا راني باغي نغطيها كاع بالشوكولا باه تبان كيما تاع فيرولوشي. دروك هادي راني كملتها، غادي ندخلها في الثلاجه مده نصف ساعه حتى ساعه، نخلوها تبرد باه تشد روح هذيك كريم شونتي، ونديرو يعني حمام مائي كما يقولوا حنايا. هذا الماء غادي نديروه يحمى ونديرو فوق هذه تحمى، ونحطو الشوكولاته تاعنا تذوب ونوجدوها. كما راكم تشوفوا قلتلكم عاودوا ردوها فوق النار، خلوها تحصلوا على هذا الكلاص. شوف كما راكم تشوفوا خواتاتي، بعد ما بردت لنا الجينواز تاعنا دروك غادي نسيو غير بالعقل نفرغوا هذه الشوكولا، نستعملوا ملعقه خير. كما راكم تشوفوا حاولت اني نقي سطح المعمل هنا نقوها. كما راكم تشوفوا خواتاتي بغيت نزينها بهذا، بصح راني نشوف لي كلاص واش دايرها، كنشف ما با 5 دقائق قبض روحه. قلت معليش، هاي عندي هذه تاني تاع الطارطه، هذه الشوكولا هكا فتحتها درتها غير مع. كما راكم تشوفوا الشيرات هذا هو الرولي تاعنا، نسيو نقطعوه قطعه كما راكم تشوفوا. ها ولا يجي من الداخل معمر بالنوكا كما راكم تشوفوا. يجي من الداخل معمر بالنوكا بهذيك لاكريم، ويجي الذوق تاعه رائع والله رائع، يعني جربوه ما غاديش تندموا عليه. ان شاء الله يكون هذه الوصفه قد نالت الاعجاب تاعكم، ان شاء الله تجربوها على هلا. نتمنى لقاكم في فيديو اخر مع وصفه جديده وحلويات جديده. بسلامه.